معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، تطورات عديدة على المستوى الأوروبي، لكن أيضا على الجانب الأمريكي هناك طبعا استماتة لدعم الجانب الأوكراني أيضا. هل من تطورات أو حتى يعني أحاديث من جانب البيت الأبيض؟ نعم بالفعل ماجد، استماتة فعليا وصف دقيق ما يحدث هنا في الداخل الأمريكي بشكل أوكرانيا، خاصة وأن البنتاغون أعلن بأنه ما تبقى من الحزمة الأولى التي أقرها الكونغرس لدعم أوكرانيا والمقدرة بنحو 13.6 مليار دولار، أوشكت على الانتهاء ما تبقى منها سوى 100 مليون دولار. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إنه ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على صرف هذه المساعدات بشكل ذكي خلال الفترة المقبلة باعتبارها آخر الأموال المتبقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب بطبيعة الحال الكونغرس ما وافق عليه الكونغرس، وأنه يتوقع أن يتم الانتهاء من صرف هذه الأموال في غضون الأسبوع الثالث من هذا الشهر. ومن هنا تأتي ضرورة أن يوافق الكونغرس على ما طلبته الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، من الكونغرس حزمة جديدة أكثر من 3 أضعاف الحزمة التي سبق ووافق عليها. نتحدث عن 33 مليار دولار كقيمة مساعدات سواء عسكرية اقتصادية أو إنسانية لأوكرانيا. الرئيس الأمريكي حتى أنه قام بخطوة من أجل التعجيل بموافقة الكونغرس على هذه الحزمة من خلال فصل هذه الحزمة وما ربطها بها الإدارة الأمريكية من حزمات أخرى، أهمها الحزمة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لما يمكن أن يخلق ذلك من انشقاق بين صفوف الكونغرس، بالتالي سيؤخر أيضا من الموافقة على حزمة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. الرئيس الأمريكي قالها صراحة وبعد التشاور مع عدد من قيادات الكونغرس أن هذه خطوة جيدة، خاصة وأنه يعلم أو يراهن على التوافق الجمهوري الديمقراطي على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وعلى معاقبة روسيا على هذه الحرب غير المبررة بحسب الإدارة الأمريكية. وهنا أيضا هناك محاولات اليوم من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لطرح مشروع قرار لوضع روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب لتنضم بذلك إلى إيران، كوريا الشمالية وكوبا. من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، شكرا لك يا أمينة.